السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. كل عام وأنتم بخير. بمناسبة شهر رمضان، النهاردة هنعمل فيديو بيع زغاليل في دمياط. التسليم هيكون في دمياط. هنوري لحضراتكم الزغاليل. معانا بسم الله ما شاء الله، دي مجموعة الزغاليل. هما في الكرتونتين، احنا هنبيعهم كلها بيعة واحدة. اللي عايز يبدأ بيهم تربية تزغيط اهاليهم يا جماعة، مش تزغيط طبيعي، مش تزغيط تسمين. دي مجموعة، بقيت المجموعة في الكرتونة التانية هنوري لحضراتكم. دي زغاليل زاجل من عمر شهر حتى عمر شهرين، لا مفيش حاجة شهر، يعني هو من 5 أسابيع لعمر 9 أسابيع. المجموعة كلها هنقول مثلا 10 تجواز. هنقول لكم الطريقة ازاي، نوريكم بس بقيت مجموعة الكرتونة التانية. نقرب للكرتونة التانية ونشوف هي زغاليل يا جماعة ايه، معتمدة على نفسها، يعني لو بتطير اللي عايز يطيرها يطيرها، اللي عايز يربي بتطير في المكان. يعني انا مربي في اوضة مقفولة زي ما حضراتكم عارفين، انا ما بطيرش الحمام، ما بيخرجش من الاوضة، يعني هم طاروا في الاوضة بس ما خرجوش برا. تمام. طيب هنقول لكم ازاي طريقة البيع والتسليم. احنا جاتلي فكرة ان احنا نعمل، نشوف الكرتونة التانية دي، نركز هنا. احنا هنعمل الطريقة اللي هنبدأ بيها اول فيديو لبيع الزغاليل، هنعمل التجربة دي مع بعض، واذا نجحت الطريقة هنكررها في فيديوهات تانية كتير ان شاء الله. يعني احنا هنعمل زي مزاد، يعني احنا هنبيع نوريكم الزغاليل وانت اللي هتحدد السعر. بمعنى ايه؟ ان احنا عرضنا مجموعة الزغاليل دي وقلنا ان هما كام جوز، الباقة كاملة على بعضها يا جماعة، محدش يطلب جوز او جوزين، هما على بعضهم كده، لان سعرهم يعتبر، هتعرف السعر في اخر الفيديو، السعر يعتبر ببلاش بالنسبة في حق جوز، في حق جوز حمام. يعني كل واحد هيبدأ يحط سعر، يزود عن السعر في التعليقات، يعني مزاد. اللي هيكتب سعر هيكتب سعر الجوز، واللي يزود يزود من خلال التعليقات، تعليقات في أسفل الفيديو، يزود في خلال التعليقات. ليه بتزود في خلال التعليقات؟ علشان كل المشاهدين يشوفهم السعر، يبقى فيه شفافية، كل واحد يعرف، محدش يزعل مننا، كل واحد يعرف السعر وصل لايه. الزغلول عايز يطير اهو يا جماعه ما شاء الله. واللي يزود في السعر هيزود السعر بال5 جنيه، احنا مش عايزين حد يزود كتير، بال5 جنيه فقط في سعر الجوز، يزود بال5 جنيه. يعني حضرتك هتشوف التعليقات السابقه تقراها قبل ما تحط سعر وتزود عنه 5 جنيه لو حضرتك عايز. هنقول سعر بداية المزاد في نهاية الفيديو، خليك معانا للنهاية عشان تعرف هنبتدي بسعر كام. سعر قليل جدا، السعر مفاجأة يا جماعة. مجموعة الزغاليل اهداء لمتابعي القناة. احنا اول مرة طبعا نبيع، بنعملها كتجربة، اول مرة هنعمل فيديوهات البيع على القناة، لكن احنا دايما مش هنبيع غير زغاليل. ليه هنبيع زغاليل؟ عشان الحمام الكبير مش مضمون، يعني ما اعرفش اديك حمام كبير تزعل مني، وانا بنصحش حد ان هو يشتري حمام كبير. اشتري لو هتربي اشتري زغاليل، وبرضه لو هتذبح اشتري زغاليل، ما تاكلش الحمام الكبير، مش هيعجبك في الاكل كمان.
طيب تشتري زغليل ليه ما تشتريش حمام كبير لو هتربي وتبدأ؟ لو انت مبتدئ مش هتلاقي احسن من الشروة دي اللي هما الكرتونتين دول على بعض. الطلب مني كتير يا جماعة في التعليقات، اللي عايز 10 تجواز زغليل. بسم الله ما شاء الله الزغلول، زغليل زاجل، بسم الله ما شاء الله الزغلول في ايدي ما شاء الله. ده زغلول عمر شهرين يمكن في الحدود دي ما شاء الله. طيب لو انت مبتدئ مش هتلاقي احسن من الشروة دي، تبدأ بيها مجموعة زغليل زاجل. لو عايز تطير طير يعني، ولو عايز تربي طلعهم عندك زي ما انا مربي كده مقفل المكان، تاكل من ولادهم او تاكل من وراهم ينفعهم. الزغاليل زي ما قلت اعمار مختلفة، من عمر عايز يطير من عمر 5 اسابيع حتى عمر شهرين، ممكن اكتر، بعضهم شهرين واسبوع. يعني لو هتربي مش هيتأخروا عند حضرتك ويبيضوا ويشتغلوا. طبعا انت عارف الحمام بيبيض من عمر 6 شهور، وانتوا عارفين ان انا بعطي دايما وقاية للزغاليل في العمر الصغير، ببدأ من عمر 8 ايام اعطي الفلاجيل ومضاد سموم، وايضا بعطي وقاية اللي هو بعطي هو الفلاجيل ومضاد سموم وقاية من الجدري وانتفاخ الحوصلة، وايضا مضاد كولستريديا اللي هو مضاد السموم اللي انا بعطيه. هوري لحضراتكم ازازة المضاد السموم اللي انا بمشي عليه، يعني هتاخد حاجة مضمونة ان شاء الله صحتها جيدة. ليه انا بقول مزاد من خلال التعليقات؟ علشان كل الناس تكون شايفة المزاد وصل لايه في التعليقات، محدش يكتب سعر على اللينك بتاع الفيسبوك يا جماعة اللي هو موجود، محدش يكتب سعر في اللينك اللي هو بتاع رابط الفيسبوك اللي هسيبه لكم في صندوق الوصف. ده انا هسيبه لكم كده بس، يعني اللي بعد اللي يشتري ويرسل عليه المزاد يبقى يراسلني على رابط الفيسبوك اللي هسيبه لكم في صندوق الوصف. لكن انا عايز التعليقات كلها، كل الناس تكون شايفاها، كل اللي هيشوف الفيديو يشوف التعليقات، يشوف المزاد وصل لكام عشان يعرف السعر وصل لمين ويعرف المزاد هيرسل على مين. لكن لو سمحت قبل ما تدخل تزود في المزاد لازم تعرف حاجة مهمة جدا، انك هتستلم في دمياط، في محافظة دمياط، حدش من مكان بعيد يفكر، علشان تعرفين ظروف الحظر وظروف الشحن، يعني مش ظروف لا تسمح بالشحن دلوقتي، اللي هيستلم في دمياط. لو هتعرف ومكانك قريب اهلا بيك، ادخل معانا المزاد، وهسيب لكم لينك صفحة الفيسبوك الخاص بالقناة موجود على القناة في لمحة او في صندوق الوصف اللي تحت الفيديو. طيب سعر بداية المزاد مفاجأة يا جماعة، خلي بالك سعر بداية المزاد مش هتلاقي السعر ده ارخص من سعر الدبيح، ارخص من سعر الدبيح. شفت الزغليل، نجيب اي زغلول تاني بدل اللي احنا شفناه، زغليل زاجل مستويات معقولة، مش هقول لكم فيهم زغليل كاتمة، سامعين الصوت، زغليل كاتم ومعتمد على نفسه، بيأكل نفسه. هجيب الزغلول اللي طار ده. طيب انا عرفته هجيبه. طيب محدش، ما تنساش ان المجموعة كاملة على بعضها، احنا قلنا هنبدأ المزاد بسعر الدبيح، قلنا سعر كام زي ما قلنا، سعر بداية المزاد 40 جنيه، واللي يزود بال5 جنيه، ما يزودش اكتر، مش عايزين حد يزود بال10 جنيه، مش هنقبل اللي يزود بال10 جنيه عن التعليق اللي قبله. 5 بـ5، محدش يطلب جوز ولا جوزين، كل المجموعة على بعضها. يعني هتحدد سعر الجوز
واضرب في العدد هتعرف المجموع في النهاية. احنا اول مرة نعمل التجربة دي، لو نجحت ان شاء الله نوعدكم اننا نعملها مرات قادمة. مدة المزاد عشان تبقى عارف، احنا هنسيب الفيديو ونعين الزغاليل في سلاكة ونسيب المزاد لمدة 10 ايام. بالتعليقات نتلقى التعليقات في خلال 10 ايام. بعد 10 ايام نبدأ نفرز التعليقات اللي زودت السعر الاعلى سعر ويرسى عليه المزاد، بشرط ان هو يكون يعرف يستلم في دمياط. في خلال 10 ايام اللي هنسيبهم فيهم المزاد هنربيهم في سلاكة ونراعيهم لك كويس قوي، يعني هنكبرهم لك علشان نأتي فرصة للمزاد. لا عشان اول مرة بس نعملها، لكن بعد كده نحاول نقصر المدة بتاعت فترة المزاد. هنسيبه ليه المدة ده؟ عشان اكبر عدد من المتابعين من القناة يشوفوه، وان شاء الله هنراعي ان نعمل هدية في للي هيرسى عليه المزاد، هدية مجانية. هنعمل هدية مجانية للي هيرسى عليه المزاد، وهنوريكم السلاكة اللي احنا هنحطهم فيها. بعد ما نحطهم في السلاكة نوريكم السلاكة كمان، ونحط لهم اكلهم ونراعيهم لك 10 ايام. وربنا يبارك لصاحب النصيب. احنا بناتي اعطينا امرزول الزغاليل دي محصنة يا جماعة، احنا مدينهم وقاية زي ما قلنا. امرزول اعطناه من عمر 8 ايام، يوم في العمر من عمر الزغلول، الثامن والتاسع والعاشر من عمر الزغلول. بنعطيه نص سنتي من ده، وقاية من امراض كتير يا جماعة، بقاية من الكنكر والجدري وانتفاخ الحوصلة، تمام، اللي هو ده كمان مضاد السموم نفس الحكاية، زائد ان هو مضاد كوليستيريديا. لو شفنا المكتوب عليه مضاد كوليستيريديا قوي وفعال، واضح، تمام. ده بنعطيه برضو احيانا مع الفلاجيل، بنضيفه على المية للحمام الكبير 3 ايام في الشهر او يوم واحد في الاسبوع. ده وده 3 مرات في الشهر، 3 ايام في الشهر او يوم واحد في الاسبوع. افضل انك تعطيه يوم واحد في الاسبوع، زائد ان احنا عطينا الحمام الكبير الاهالي اخد بندكس طارد للديدان، يعني هتلاقي الحمام عندك نظيف لما تربيهم، هتلاقي زغاليل نظيفة مش ناقصها اي حاجة. بس انت تكرر دي بعد 3 شهور، يعني تشوف فوت شهر واتي من عمر 4 شهور، هتلاقي عندك الزغلول دايما تيقطي ده كل 3 شهور، وتمشي على ده زي ما قلنا يوم واحد في الاسبوع، ده وده يوم واحد في الاسبوع او 3 ايام في الشهر، زي ما يعجبك، ينفع كده وينفع كده. لكن انا بعطي الزغاليل لازما ده امريزول او فيلاجيل، لازم اعطيه من عمر الزغلول اليوم 8 واليوم 9 واليوم 10 اللي هم دول. طيب نحط الزغاليل في السلاكة، هنحط الزغاليل في السلاكة ونوريهم لكم. دي السلاكة اللي ربنا هنسيب فيها الزغاليل 10 ايام اهو. بسم الله ما شاء الله الزغاليل تبدأ بهم تربية محترمة. لو انت مبتدئ انصحك بانك تبدأ بالزاجل ده. هو السلاكة نحط لهم مية واكل نراعيهم 10 ايام دول. طيب قبل ما نختم الفيديو ما نقول لكم اشتركوا في قناتنا الجديدة اللي هي قناة معلومات في تربية الحمام. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة، اشترك في القناة علشان ليك هدية مننا لو رسى عليك المزاد. اشترك في القناة وفعل زر الجرس واعمل لايك للفيديو. نشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.